الإنسان مركب من أمرين، جسم كثيف وهو البدن، وجسم لطيف وهو الروح. والروح مركبة من قوة عاقلة وهي العقل، وقوة عاملة. والقوة العاملة مركبة من شهوية وغضبية. القوة العاقلة لها وظائف كثيرة، منها الإدراك والنظر والحكم. والقوة العاملة تحث على الشر شهوة وغضبا، إلا إن ضبطت وتهذبت وصارت تحت سلطان العقل المنضبط بالمعرفة والنظر والدليل. وعلاقة العقل والنفس بالحواس كالمد والجزر، فإذا استعملت بشرطها أنتجت السلوك الحسن في جلب المصالح ودرء المفاسد، بحفظ الحقوق، باتباع المقاصد والوسائل الشرعية. وظهرت محاسن النفس تحت سلطان العقل. والنفس البشرية لها خصائص إدراك ونظر واختيار، تتميز عن الحيوانات بهذا الكسب. وطرق تهذيبها بالتدرج بالأولى والاعتبار بالمآلات لمن ترك الضرورات أو قدم عليها التحسينات، وحسن وقبح بالهوى لا بالشرع. وكمال النفس بالاجتهاد على القوة العاقلة بالعلم، والقوة العاملة بالتخلية والتحلية بالعقائد والفقه والسلوك الصحيح. وإقناع النفس يكون بالحجة والإتقان والمعجزة والجمال والتدرج، كما نزلت الشريعة بهذا الأسلوب. ولا بد من مربي عالم عامل وصحبة صالحة للنجاة من الهوى والجهل.